أي حدا منا حتى لو ما عنده اطلاع على الأخبار الرياضية واللاعبين أكيد بيعرف مارادونا، اللاعب الأرجنتيني الشهير دييغو مارادونا. مبارح ضجت كل منصات التواصل الاجتماعي بخبر وفاته بعمر 60 سنة نتيجة أزمة قلبية بعد ما عمل عملية بالدماغ من كم يوم. وفاة مارادونا خلى محبي ومحبين كرة القدم يستحضروا كتير من الذكريات عنه وعن تاريخه اللامع بمجال كرة القدم، على اعتباره أهم رمز بتاريخ كرة القدم. صفحات اللاعبين والمدربين والفرق وحتى المشاهير على السوشيال ميديا قدمت التعزية بوفاة الأسطورة، وتم نشر صور كتير لمارادونا مع كتير مشاهير من العالم. جثمان مارادونا وصل لمقر الحكومة الأرجنتينية بالعاصمة بيونس آيرس، وسموا ستاد سان باولو النابولي بإيطاليا باسم مارادونا، وانتشر فيديو قديم له مع أغنية لايف إز لايف حتى يقولوا أنه هاي الغنية رح تضل مرتبطة بمارادونا. التعليقات اللي اجت على هذا الخبر من محمد اللي كتب: كرة القدم بعد اعتزال مارادونا فقدت متعتها، كرة القدم بعد موت مارادونا فقدت أهميتها وإثارتها. أما الياس فعلق: العالم لم يخسر موهبة عادية، بوفاة دييغو أرماندو خسر العالم أسطورة لا ولم ولن تتكرر، حياة صاخبة مليئة بالإنجازات والفضائح، ولكن يبقى مارادونا هو المعنى الحقيقي لكرة القدم. أما حازم كتب: وفاة من أحيا المستديرة وعشاقها بفصول من المهارات والحكايات التي ستبقى عالقة في الأذهان.